راح نلعب قول وفعل، ولعبنا في أفضل احتفالية رياضية جماهيرية لم تنظم منذ سنوات طويلة، بافتتاح صرح رياضي كبير يحمل اسما عزيزا على قلوب الجميع، وبحضور قائد الإنسانية الشيخ صباح الأحمد ليضيف لحفل الافتتاح رونقا جميلا. كل الشكر لسموه على تبني هذه الفكرة، على دعم هذه الفكرة، على متابعة هذه الفكرة، وعلى حث أن نسعد ونفرح الجمهور. أتمنى إن شاء الله نكون حققنا شيء بسيط من هذا الأمر. أتمنى إن شاء الله أن قدرنا ندخل البهجة والفرح والسرور إلى الجمهور وإلى الشعب الكويتي الوفي. أعتذر بشدة عن القصور اللي واجه البعض عند الدخول، يعني قلة الكراسي، ما عندنا 57,000 وشوي كرسي انترسوا للأسف، وأدي أنه كان في جمهور أكبر بالخارج. نوجه كلمة شكر خاصة لمؤسسة الرأي الإعلامية على ما قامت به من تغطية إعلامية متميزة. اليوم سموه لما يقعد إلى هذه الساعة المتأخرة ويستمتع مع الجمهور والتفاعل والسعادة اللي رأيتها على وجهه وكلمات التشجيع اللي حقيقة وجهها لي أنا شخصياً ودعمه وتعبير الفرح اللي يعني والله اليوم بصراحة الواحد حقيقة حس بشعور غريب، شعور لما يكون اليوم أميرنا في هذه الفرحة أنا هذه بالدنيا بصراحة، يعني الواحد يكون سعيد أبونا وحاكمنا وقائدنا فرحان وسعيد بين هذا الشعب الجميل وهالمواطنين الراقين، جمهور راقي، تفاعل راقي. 60,000 متفرج ملأوا مدرجات استاد جابر الدولي استمتعوا بفقرات الحفل، بدءا من تحية أمير البلاد للجماهير الغفيرة، ومرورا بالأوبريت الغنائي الرياضي والوطني الذي شارك فيه نخبة متميزة من مطربي الكويت والخليج. شكر لكل الأكبر لسمو الأمير، فهو من أمر وهو من ذلل الصعاب وهو من مول وهو من تابع يعني، وكلماته اللي قالها ليها يعني كلمات يعني أعتقد أكثر ما استحق. كل الشكر له ولكل الجهات العاملة معنا، لكل الناس اشتغلوا ويانا. 60,000 اللي حضروا وهتفوا اليوم نستنا تعب كان لمدة أسابيع. كان لي الشرف أيضا أقول أني عملت من خلال مسؤوليتي بالهيئة في متابعة أعمال هذا الاستاد الحقيقة اللي يعني نفتخر فيه كصرح رياضي كبير، كصرح يضيف إلى الرياضة الكويتية الشيء الكثير. الألعاب النارية والمؤثرات الصوتية والضوئية كانت العلامة الفارغة في الاحتفال، والتي أضاءت سماء العرضية في الاحتفالية المتميزة. شايف الفرحة، شايف مجموعة الفقرات الجميلة اللي كانت فيه، شايف القدرة والتنظيم الرائع اللي تقدرون فيه سواعد الكويتية. للأمانة حفل جميل جدا، حفل رائع بردود الأفعال اللي أنا قاعد طالعها وأنا قاعد أمشي بين الجمهور. فأنت قاعد تسمع، أنت قاعد تسمع وراي، سامع صوت الجمهور في كل لحظة في كل خطوة. فاللهم لك الحمد، نجاح الحفل. ملعب بدون مجاملة وبدون مبالغة، ملعب خيالي، ملعب جميل، احتفالية رائعة. يعني كل الشكر للجنة المنظمة للبطولة، يعني حفل الافتتاح صراحة شيء أبهر العالم وأبهرنا احنا الحاضرين الملعب، وإن شاء الله يعني نشوف الفعاليات الأكبر استاد جابر القادمة إن شاء الله. وبافتتاح المنشأة الضخمة تمنيات أن تعود الرياضة الكويتية لسابق عهدها. فعالية رائعة وحضور جماهيري أروع في افتتاح منشأة رياضية تحمل اسما عزيز على قلوب الجميع. أحمد العنزي، الرأي.